أهلا بكم أعزائي في جمعية شاهد قسم التعليم. درسنا اليوم هو بعنوان السيرة الغيرية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم: أولا أن نستقرئ تعريف السيرة الغيرية، ثانيا أن نستنتج خصائص ومميزات السيرة الغيرية، ثالثا أن نحدد مصادر الحصول على المعلومات لكتابة السيرة الغيرية. فهيا بنا لنبدأ. طبعا أصدقائي، لقد قمنا قبل قليل بطرح بعض الأسئلة عن أصدقائكم، فالسؤال هنا: هل كان أو كانت هذه الأسئلة عن أنفسكم أم عن غيركم؟ أحسنت يا أحمد، لقد كانت هذه الأسئلة عن غيرنا، فقد كنا نتساءل عن أصدقائنا ما اسمه، ما عمره، وما إلى ذلك، فهنا قمنا بالحديث عن غيرنا. فطبعا من هذه الأسئلة سنتعرف على تعريف السيرة الغيرية. فالسيرة الغيرية هي فن أدبي يخبرنا فيه الكاتب قصة حياة أحد المشاهير. فالكاتب الذي يكتب السيرة الغيرية يتحدث عن غيره، وهو أحد المشاهير، ومن الممكن أن يكون هذا المشهور أو هذا الشخص المشهور مخترعاً أو عالماً أو شاعراً وما إلى ذلك. فيعرف الكاتب بهذه الشخصية المشهورة وبأهم أعماله، مستنداً إلى حقائق ومعلومات يجب أن تكون دقيقة وموثقة. فأصدقائي، قد تحدثنا في الدرس الماضي عن مونير نايفة، هذا العالم العربي الفلسطيني الكبير، وقد ذكروا لنا أمور وجوانب عدة عن حياته، من ولادته إلى مكان ولادته إلى أمور كثيرة أحبها وهواياته وبماذا كان شغفا وماذا أحب، لينتقلوا إلى مراحل تعليمه وما الشهادات التي حصل عليها والبحوث التي قام بها. وقد وثق الكاتب كتابته من خلال وضع هذا التوثيق، فكتب سلسلة أعلام فلسطين بتصرف. فهنا أصدقائي نكون قد تعرفنا بأن السيرة الغيرية هي كتابة شخص آخر عن شخص ما من خلال سيرته الغيرية يعرفنا بجوانب حياته. أصدقائي، إن للسيرة الغيرية خصائص ومميزات، فسنتعرف عليها. فأولا يجب أن نركز على الجانب التربوي في الحياة الشخصية للشخص، وأيضا يجب أن نذكر الحقائق المؤكدة عن الشخصية، فلا تتخللها أو يتخللها أي كذب. وأيضا يجب أن نركز على الشخصية نفسها ولا نشتت انتباه القارئ بالحديث عن أشخاص آخرين، ولكن نتحدث عن الشخصية نفسها. وأيضا يجب التزام الموضوعية في كتابة الحقائق المتعلقة بالشخصية، فالموضوعية تعني عدم التحيز الخاص لهذه الشخصية. وهنا يذكر الكاتب رأيه في الشخصية ومدى تأثيرها في حياته، وأيضا نذكر ظروف الفترة التي عاشت فيها الشخصية والتي لها صلة بها. فعندما تحدثنا عن ظروف الحرب في بلاد مونير نايفة وكيف جعلته يهاجر إلى الأردن وكيف شجعته للوصول إلى أعلى درجاته. ويجب أيضا أن ننتبه إلى تراكيبنا لأن تكون صحيحة ونصيغها بشكل جيد. وأيضا يجب مراعاة التدرج في بناء السيرة وتتابعها وتطورها وفقا للترتيب الزمني والمكاني. وأيضا يعتمد في السيرة على السرد والإخبار، فنحن نخبر عن هذه الشخصية ونعتمد أسلوب السرد. وأخيرا نستخدم صيغة الغائب
العائدة للشخصية، فهنا نحن نتحدث عن شخص غائب، وبهذه الصيغة وصيغة الغائب هنا تكون عائدة على الشخصية التي نتحدث عنها. طبعا أصدقائي، يجب أن نوثق الشيء الذي نكتبه في السيرة الغيرية، فنأتي بهذه المعلومات من مصادر ومراجع موثوقة. وتشتمل هذه القائمة أولا كتب التراجم، طبعا هي الكتب التي تحدثت عن موضوع متصل بالشخصية، وأيضا الوثائق الأصلية كالسجلات الرسمية، وأيضا أخذ ما يذكره المعاصرون عن الشخصية، أي أن تكون هذه الكتابات قريبة العهد في وقت كتابتها. وأخيرا ما تكتبه الشخصية عن نفسها، فيجب أو يمكننا اعتمادها في الحديث وفي الكتابة في سيرتنا الغيرية. أخيرا أصدقائي، وفي الختام سنتذكر ما تعلمناه في هذا اليوم. فبداية عرفنا السيرة الغيرية وقلنا هي فن أدبي يخبرنا فيه الكاتب قصة حياة أحد المشاهير، سواء كان مخترعا، عالما، شاعرا وما إلى ذلك، فيعرف به وبأهم أعماله مستندا إلى حقائق ومعلومات دقيقة موثقة. وذكرنا خصائص ومميزات السيرة الغيرية وقلنا بداية التركيز على الجانب التربوي في الحياة الشخصية للشخص، ثانيا ذكر الحقائق المؤكدة عن الشخصية، ثالثا التركيز على الشخصية نفسها، رابعا التزام الموضوعية في كتابة الحقائق المتعلقة بالشخصية، خامسا يذكر رأي الكاتب في الشخصية ومدى تأثيرها في حياته، سادسا ذكر ظروف الفترة التي عاشت فيها الشخصية والتي لها صلة بها، سابعا يجب أن ننتبه إلى تراكيبنا لأن تكون صحيحة ونصيغها بشكل جيد، ثامنا مراعاة التدرج في بناء السيرة وتتابعها وتطورها وفقا للترتيب الزمني والمكاني، تاسعا يعتمد فيها على السرد والإخبار، عاشرا نستخدم أيضا صيغة الغائب العائدة على الشخصية، وأخيرا تحدثنا عن المراجع والمصادر. بهذا أصدقائي نكون قد أنهينا درس هذا اليوم، وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار لا تترددوا بالتواصل معي، وهناك ورقة عمل قوموا بحلها وشاركوني بهذا الحل. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس رجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.